الفرنسوز يعني بنال ساكن في مولاي إدريس جزيرة مولاي إدريس. بغيت كنبغي ندير واحد التصريح على حساب شريت واحد القطعة عندي واحد السيد بلان دافوكسا شريت كجميع تيشريو الناس بالبلان دافوكسا بداك بالوكالة بداك شهادة إدارية بنيت إلا كانت فجأة واحد السيدة جاتني شريت في 2017 ملي شريت في 2017 بديت كنبني بنيت كل ساعة كنبني شوية بالرخصة بالبلان كلش اللي مسرقة عليها الجماعة والجماعة الحضارة القروية ولا الحضارية ديال عين الشقف كجميع كيشريو الناس في عين الشقف إلا كانت فاجئ بواحد السيد جا خلى لي استدعاء تيقول لي خصك تخلي المحل لمولاه ولا غنجي نفرغوه بقوة وأنا ما عندي علاقة بهادشي كله شريتي ما كيشريو الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله سنت ربكم الله يجزيكم بخير شوفوا بعين الاعتبار أنا رزق ولادي هذا وما عندي فين نمشي لأن حتى مراتي ما عنديش الملك هذيك الدويرة واخا راني ساكني مع مراتي ديك الدويرة وثاني حاجة هذيك البركة غير ديال السيدة ديالي هي جابت شوية وأنا شوية باش بنيناها وقفناها إلا كنتفاجأ كنتفاجأ بنتي زي شي واحد خلى لي السيدة قال لي خصك تخلي المحل مولانا نجي نخبوها بالقوة وهذا السيد اللي علاقة لي به ما نعرفو ما يعرفني لا سيد عارف سميت إدريس عقاوي وأنا ما عندي علاقة بإدريس عقاوي ما نعرفوش كاع لا شريت عندي حسن عقاوي وجاب لي شهادة إدارية كما كيعطيوها الناس كاملة ودار لي وكالة ديال حق التصرف نبيع نشري ندخل ضوء ندخل ماء وهادشي اللي تيطلب فيه اللي تيطلب الجماعة تما ولا القانون تما اللي باش يتمشى القانون تما إلا كان تفاجئ بهذا السيد هذا ما عرفت أشنو بغى فيا ما نعرف وساوموني قال لك تعطينا إما تخلص لنا الأرض أو تعطينا كراج في دوك الكراج واخا باقي ما مصلوحين شيء وأنا ما عندي ما أعطيهم وأنا رزقي هذا حقرة ما عرفتوش شكون هذا حقرة لا شريت شي واحد جابها وخلاها لي عند الخدام اللي كيخدم معايا عند الخدام ديالي لا ما كنعرفش نقرا عطيتها لشي واحد قراها لي قال لي راه ديرها السيد عارف سميت إدريس عقاوي حقرة تنطلب انصاف حقي باش هاد الناس هادو يبعدوا عليا الله يبارك فيك